ينضم إلينا من حيفا أمير مخول، الباحث في مركز تقدم والخبير في الشأن الإسرائيلي. يعني الولايات المتحدة حتى الآن ترى أنه ليست هذه هي الفرصة المناسبة أو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار، تقييمك لهذه التصريحات؟ يعني الولايات المتحدة تعتبر نفسها أن هي صاحبت القرار الإسرائيلي، وهذا بات واضحا في كل شأن. الولايات المتحدة لديها تقديرات أن إسرائيل لا تملك خطة عسكرية، وأيضا الولايات المتحدة نفسها لم تستكمل مراكمة قوتها وإعادة صفتها إقليميا، لكن هذا لعب أيضا بحياة الناس بما فيه بحياة الرهائن الأسرى الإسرائيليين والأجانب الذين الموجودين في غزة. وهذا دليل على أنه الولايات المتحدة هي التي يعني عمليا سيطرت على القرار الإسرائيلي بشكل كامل. الولايات المتحدة اليوم أعلنت أن إسرائيل لا تملك خطة واضحة المعالم وأهداف واضحة لدخولها إلى غزة، تخشى كثيرا من التورق الإسرائيلي وعدد القتلى، يعني ارتكاب مجازر وأعمال إبادة أكثر بكثير مما رأيناه لحد الآن فيما لو حصل دخول بري. هناك الولايات المتحدة تحاول أن تمضي على إسرائيل من خلال مستشارين وغيرها، من خلال وزير الدفاع الأمريكي، أن إسرائيل تتبنى عمليا أو تستنسخ العمل الأمريكي الحربي في خلال احتلال العراق، وكيف عملت القوات الأمريكية في الموصل في القضاء على داعش، وهم يعني يواصلون في غيهم في التشبيه بين حماس وداعش. ولكن من ناحية عملياتية واضح للولايات المتحدة أن إسرائيل لا تستطيع وحدها أن تنجز أهداف هذه المعركة. المشكلة الإسرائيلية كما ترى أيضا الولايات المتحدة هي ليست بالأساس مع نتنياهو، وإنما مع قيادة الجيش والقوى الأخرى في داخل الحكومة، حكومة الحرب بما فيها جنرالات سابقين الذين معنيين أكثر في الدخول البري، الاجتياح البري لغزة. وهذا كما يبدو لا يزال الموضوع غير محسوم، لكن أعتقد أنه من المهم أن الولايات المتحدة بدأت تتحدث عن موضوع الهدنة وتربطه في موضوع الرهائن والأسرى، وهذا مهم جدا لأنه هذا عمليا ينعكس أيضا في الرأي العام الإسرائيلي. بدأت تطفو على السطح وتخرج عن السيطرة الكتمان قضية الاحتجاج في موضوع الأسرى الإسرائيليين في غزة، ليس فقط في موضوع الحالات الإنسانية كما جرى لحد الآن وكبار السن والنساء والأطفال، وإنما هناك بدأ حديث عن صفقة كبيرة تشمل الأسرى الفلسطينيين في والعرب في السجون الإسرائيلية. وهذا تحول مهم لأنه هذا سيكون باعتقادي ما يتصدر الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أنه هناك تأكيدات أنه إسرائيل في عملياتها الحربية في عمليات العدوانية في غزة تسببت في مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين نفسهم. وهذا بدأ وهل تعترف إسرائيل بذلك أو تعترف الولايات المتحدة أن هؤلاء القتلى جراء القصف الإسرائيلي؟ لأنها بالتأكيد ستقلب المعادلة أو ستضيف إلى المشهد. لا لكن هذا يتغلغل في الرأي العام، يعني واضح الرأي العام أنه في هناك أسرى أصبحوا عمليا يعني تحت مهددين من النيران الإسرائيلية، لكن لا يوجد أي اعتراف رسمي في هذا ولن يكون باعتقادي. سوف يكون التهمة على حماس وعلى الجهاد بشكل مطلق، وسوف يتعاملوا من هذا المنطلق. لكن صحيح، لأنه يعني هذا ما أرغب بتساؤل بشأنه أو ما قصدته بهذا السؤال، أن بناء على إلقاء التهمة ستتغير الأمور ولن يكون هناك مجال للحديث عن هدنة، عن وقف إطلاق النار أو عن تبادل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. لا، بما أنه القرار أمريكي إلى حد كبير وبايدن يتحدث بشكل واضح أنه بعد أن يتم إطلاق سراح الأسرى خاصة ذوي الجنسية المزدوجة، هناك سيكون لكل حادث حديث، لكن بدون أن يلتزم بذلك. أعتقد أنه المشكلة أنه هناك بداية شعور بالتورط في غزة أكثر من أنه شعور بالخروج منها وبصورة انتصار وما إلى ذلك. الموضوع بات شائكا جدا للولايات المتحدة، يهدد مصالحها إقليميا ويهدد نفوذها أيضا،
وأيضا بالنسبة لإسرائيل أصبح شائكا جدا وخارج عن السيطرة بما فيه حركة الاحتجاج على الحرب بسبب عدم وضوح الرؤية، عدم وتخميل طبعا الحكومة المسؤولية. بدأت الأمور تخرج عن السيطرة بمفهوم حركة الاحتجاج الداخلية الإسرائيلية، وهذا كله له وزن إضافة إلى الضغوطات في عواصم العالم، في دول العالم على الأنظمة. وهناك نوع من التحول نراه في موقف، في بعض المواقف الأوروبية وليس جميعها، التي بدأت تتحدث عن الحالة الإنسانية والكارثة الإنسانية في غزة. وهذه تحولات طبعا بطيئة جدا لا تتناسب مع حجم الكارثة، لكن هذا هو العالم الذي يسير حسب موازين القوى وليس موازين الأخلاق.